تعالوا نروح بقى للجهاز المعاون اللي بيضم برضو أسماء تقيلة، أسماء ليها تاريخ كبير جدا بقى مع منتخب مصر، وهم زي ما يتقال عليهم كده الجيل الذهبي، محمد شوقي والجمعة الحضري. أكيد بإذن الله كلنا عندنا ثقة إن هم هينقلوا خبراتهم للجيل الحالي، وأكيد إحنا مش هننسى التألق بتاعهم ويعني تتويجهم كمان بأمم أفريقيا اللي كان 2006 و2008 والأداء والتألق في كأس العالم للقارات اللي كان أمام البرازيل وحضرتك فاكرين وإيطاليا. وأكيد لو هنتكلم برضو عن الخبرة التدريبية، لأ عندهم خبرة تدريبية كبيرة جدا. بنتكلم كابتن ضياء السيد، هو ابن النادي الأهلي والأب الروحي لجيل يعني صلاح والنني وحجازي وغيرهم من الأسامي الكتيرة والكبيرة. أكيد كان كمان مدربهم في منتخب الشباب وتأهل بيهم بعد كده زي ما احنا عارفين للمونديال. هيكون ليه دور كبير إن شاء الله في ربط التواصل أكيد الفكري بين المدير الفني واللاعبين. نتمنى خيرا بإذن الله، عايزين يبقى عندنا ثقة ويبقى عندنا أمل، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه.